ظلم عظيم في هذه البلاد، واحد أنواع الظلم لعلكم شفتوه الأيام التي مضت، وهو سجن إصدار قضاء تليفون يصدر حكم على أحد أعضاء المطافئ، حكم بالسجن، وأيضا على 2 من زملائه حكم بغرامة. خلينا نسمع جزء بسيط مما قاله بعض الأحرار وكيف تراجعت العصابة وفق مبدأ يخاف وما يحشموش. ظنوا داروا قانون على أساس حماية الأطباء والممرضين. المبدأ مليح، حماية الأطباء والممرضين من اعتداءات، هناك من يعتدي عليهم بالشتم بالسب وحتى بالاعتداء، لكن الطريقة التي وضع بها القانون كان محاولة ضرب الشعب بالشعب. وفي أول عملية، أول امتحان لهذا القانون، يسقط هذا القانون وهم يدفعون ثمنه، العصابة تدفع ثمنه لأنها تراجعت وبطريقة مذلة باختصار بسيط، لأن أحرار الحماية المدنية وقفوا مع زملائهم. خلينا نسمع أحد هؤلاء الأحرار ماذا يقول. شمال البلاد إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، خاوصنا في الصحراء، خاوصنا في التل. للأسف الصوت ضعيف، فخلوني ألخص لكم الموضوع باختصار شديد، وهو كما كتبوه لي بعض الأحرار، القصة بدأت يوم 25 جويلية، سيارة إسعاف تاع وحدة بوليغين قامت بعملها بإيصال ضحية لمستشفى مايو، مستشفى مايو هذا في باب الواد. وفي المستشفى وأثناء تأدية الأعوان مهامهم وواجباتهم، قام طبيب من مستشفى مايو بالاعتداء على الأعوان، صار خلاف مع الطبيب، وحتى وهذا بحضور الشهود إلى آخره. ولما شاف أنه عمل خطأ جسيم قام بعمل دور الضحية، إلى هذا رواية يعني فيما جاءت، لكن ما جاء فيه هو أن أعوان إخواني يقول والله يا أخوتي غير أعوان هذه السيارة ما نعطيها بالناس، وأعقل الأعوان في كل ولاية وتربيتهم ما تسمح لهمش أنهم يعتدوا على الناس، وأخلاقهم واحترافيتهم تخلي أي عون يعرف حقوقه وواجباته في كثير من الأحيان. المهم اليوم صدر حكم بالسجن لعونين من طرف القاضي، 2 مش واحد، سجن سنة سجن نافذة و6 أشهر حبس غير نافذ للعون الثاني والغرامة. حينما صدر هذا الحكم، أحرار الحماية المدنية قاموا بتنظيم أنفسهم وبدأوا في ترتيب أنفسهم وبدأوا يواجهوا في الحماية المدنية والعصابة اللي فيها، ثم بدأوا يرتبوا في أنفسهم على أساس أن يكون هناك إضراب شامل، وبدأت حتى في بعض الأماكن بعض الاحتكاكات مع الإدارة وبعض الإضرابات المحدودة. تراجعت اليوم أو أمس العصابة وأطلقت سراح العون اللي سجن وألغي الحكم، مما يثبت أن قوانينهم لا قيمة لها، وأنه في نهاية المطاف إذا كنت ضعيفاً، إذا كنت فقيرا، إذا كنت ما فيش لي عونك وما فيش لي ساعدك، سيحكم عليك وستسجن. أما إذا كان تحركوا معك إخوانك، تحرم معك بعض الأحرار، فسيطلق سراحك. أما إذا كان تحركت جهات خارجية، فسيطلق سراحك وربما يقدم لك الاعتذار. هذه هي العصابة اللي تحكم اليوم البلاد. لو كان القانون صحيح، يقولوا لو تقوم القيامة لن نتراجع عن هذا القانون ولا عن هذا الحكم، لأنه الحكم صحيح، لكنهم أرادوا أن يضربوا الشعب مع الشعب. الحماية المدنية هم ولاد الشعب، الأطباء والفرملية والممرضين ولاد الشعب. إذا قانون ارتد عليهم مرة أخرى، حكم ضرارني من جهة وهذا الحكم من جهة، ضربتين في رأس العصابة في هذين اليومين أو 3 أيام التي مرت، إضافة إلى ضربة أحرار
بني ورثلان وخراطه.